السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الرابعة، ضمن مادة تصميم منظومات الري والبزل Design of Irrigation and Drainage Network System. اليوم راح ناخذ موضوع جديد ويعتبر موضوع مهم، وهو بداية وانطلاقة إلى تصميم منظومات الري ضمن الفيرست سمستر. الموضوع اليوم راح يتناول هو الفورم، أشكال الإيريجيشن سيستم، أشكال أنظمة الري أو أنواع أنظمة الري. احنا بصورة عامة أنظمة الري نصنفها إلى صنفين. الصنف الأول هو أنظمة الري السطحي، إنه أنا الري مالتي يكون سطحي، تمام؟ يعني أطبق المياه عن طريق تدفق الجاذبية، يعني من المصدر يوصل إلى الحقل عن طريق الجاذبية، هذا يسمونه الري السطحي. الري الثاني واللي هو الأهم والديزاين الأكثر بيه نسميه الميكانيزيوم سيستم، يعني طريقة الري الآلي أو أنظمة الري الآلية. نجي على أنظمة الري السطحي. احنا بالمناسبة مثل ما تناولنا، احنا المفروض هاي المادة تربطها مبادئ أخذناها بالمرحلة الثالثة اسمها البيسك أو يعني أو البرنسبل أوف إريجيشن أند درينج نتورك بصورة عامة. فالمفروض أنه أنتم مبدئيا ماخذين ضمن المراحل السابقة ما هي أنواع أنظمة الري بصورة أولية. كمراجعة رئيسية راح نرجع لها بهاي المحاضرة ننوه عليها. نرجع إلى المحاضرة السابقة، إحنا هاي المحاضرة بس حتى إنه نستذكر أنواع أنظمة الري، نكون على يعني نجمع باك جراوند قوي عن الموضوع. أول شيء إحنا عندنا أنظمة الري الإيريجيشن سيستم متقسم إلى نوعين، تمام؟ طبعاً شنو اللي حدد لك على اختيار الإيريجيشن سيستم؟ الميثود أوف إيريجيشن. أني هنا أختار سيرفيس إيريجيشن لو الميكانيزيوم، يعني طريقة الري السطحي لو طريقة الري الآلية. شنو اللي يحددني؟ أول شيء يحددني الجروبس اللي هو نوع المحصول to be grown، تمام؟ طبيعة المحصول اللي راح ينمو. ثانياً طبوغرافية المنطقة، topography and physical set condition للموقع اللي راح أختاره وتتم بيه عملية الزراعة. ثالثاً نوع المصدر المجهز للمياه، هل هو مصدر طبيعي، مصدر عن طريق ضخ، عن طريق أنابيب الووتر سبلاي. رابعاً الكلفة الخاصة بهذا المشروع. بعد ذلك الأوبريشن and management scope، طرق الإدارة الصحيحة والتشغيل، يعني هل هو تشغيل من قبل إنسان اعتيادي، فلاح اعتيادي، ولا من قبل مهندس مختص بهذه الأمور، ونوعية وطبيعة التربة المستخدمة للزراعة. هذه الأمور مجتمعة تؤثر لي على اختيار نظام الري أو شكل نظام الري اللي راح أتبعه أنا ضمن الحقل. احنا بصورة عامة عندنا طريقتين للري، السيرفيس إيريجيشن والميكانيزيوم إيريجيشن، يعني أنظمة الري السطحي وأنظمة الري الآلية. الأنظمة الري السطحي تنقسم إلى ثلاثة، البيزن إيريجيشن يعني الري الحوضي، يعني أملأ الحقل بصورة تامة بالماء، تمام؟ تنغمر تقريبا المحصول ينغمر بالماء، يسمونه الري الحوضي. البوردر إيريجيشن إنه أنا أنشئ داخل الحقل حدود بوردر هاي تلملي بالماء، فيسمونها الري الحوضي. والفرو إيريجيشن هو عبارة عن قنوات صغيرة أخاديد تنشئ داخل الحقل ويتم ملئها بالماء، يسمونه ري الأخاديد. هسه راح نجي ناخذك بالتفصيل. الري الثاني اللي هو ينقسم استنادا على يعني تسموها أنظمة الري الآلية إلى سبرينجل، احنا نسميها سبرينجل إيريجيشن اللي هو الري بالمرشات أو الري بالرش، دريب إيريجيشن الري بالتنقيط، والمايكروسكوب إيريجيشن اللي هو احنا نسميه النوع من أنواع الري بالمرشات الدقيقة جدا، وهذا صراحة على تطبيقات وكريتيريا خاصة به لأنه مكلف جدا، يعني يستخدم إن شاء الله راح نجد موضوعه ضمن كريتيريا معينة. هسه نعرج على السيرفيس إيريجيشن اللي هو النوع الأول. ما معناه الأنظمة الري السطحي؟ السيرفيس إيريجيشن is the application of water by gravity، هو تطبيق للمياه الري عن طريق تدفق الجاذبية. المن to the surface of the field، إلى حقل أو سطح الحقل. فتكون بطريقتين، إذا in the field the flooded، يعني أما يتم الغمر الكامل للحقل بهاي الحالة، من أغمر الحقل بالكامل يسمون البيزن إيريجيشن الري الحوضي، أو إنه أنا الووتر إز فيد، يتم تغذية المياه عن طريق سمال شانل، قنوات صغيرة يسموها الفرو يعني الأخاديد، أو سترب شرائط على طول الأرض أوف لاند يسميها البوردر الحدود. هسه راح نجي نفهم نوع من ذني أنظمة الري السطحي.
النوع الأول اللي هو البيزن إيريجيشن، يعني الري بالحوض. دائما يستخدم البيزن إيريجيشن للمحاصيل اللي تحتاج إلى كميات مياه كبيرة اللي هي محاصيل الرز. الرايز جروز، الرز ينمو بشكل أفضل عندما تغمر كل جذورة بالماء، تمام؟ وين دروت السبمرجت إن the water and، وبالتالي إن الري بالحوض هو أفضل طريقة يمكن استخدامها لهذه المحاصيل، وخاصة إذا كانت الأرض مسطحة حتى يعني ننشئ هذا النوع من البيزن إيريجيشن بسهولة، تمام عيني؟ فهذا يستخدم اليانو أول شيء لمحاصيل الرز، ويفضل عندما تكون الأرض مسطحة. هسه راح أشوفكم صورة بصورة عامة، شوف هاي هنا حقل معين لزراعة محصول الرز، الأراضي مسطحة تماما تقريبا نقدر نقول مستوية أو منبسطة، وبالتالي محصوله محصول الرز، فيستخدمون الري المستخدم بصورة عامة هو الري الحوضي اللي هو البيزن إيريجيشن. النوع الثاني البوردر إيريجيشن اللي هو الري الحدودي. الري الحدودي مثل هذه الحالة، هذا الري الحدودي عبارة عن شرائط، هاي شرائط طويلة وتكون متدرجة بشكل متساوي مفصول عن بعض على بعض، يعني هذا مفصول عن هذا، هذا الخط هو عبارة عن شنو؟ عن سدود ترابية، هذا سد ترابي، هذا سد ترابي، هذا سد ترابي، تمام عيني؟ راح تنمل بالماء هذه يعني الجزرات الوسطية أو الحدود الوسطية بالماء، وراح بالتالي تتصرف إلى النبات أو يتم زرع النبات هنا أو على جانبين البوردر الحدود، تمام؟ هذا النوع الري الحدودي. الري الثالث اللي هو تقريبا موجود بأغلب حتى حدائق المنزل اللي يسموه فروز إيريجيشن، الري بالأخاديد. هذا النوع هي عبارة عن قنوات صغيرة are small barrel channel made، تعمل حتى أو تصمم حتى تحمل المياه من أجل ري أو زرع المحصول، تمام عيني؟ هسه ناخذ في الصورة واقعية، لاحظ هاي الصورة الواقعية هي عبارة عن أخاديد تكون بين الجانب هو ري المحصول، وعن طريق هذه الأخاديد المملوءة بالماء الشانلز هو يتم ري المحصول. هذه صورة سكتش تخطيطية، هذا الردج هنا يتم، وهذا الفرو الأخدود الفوق الردج الحافة الحادة يتم زرع المحصول، ومنها عن طريق تسرب المياه بالأغلب يتم ري المحصول، تمام؟ أنظمة الري الثانية اللي هي الأنظمة الأكثر تطورا وتعتبر أكثر كلفة أيضا اللي هي أنظمة الري الميكانيكية، أنظمة الري الميكانيكية الميكانيزيوم إيريجيشن سيستم. شو أقصد بأنظمة الري الآلية أو الميكانيكية؟ In such system في هذه الأنظمة الـ water is distributed under low pressure، يتم توزيع الماء تحت ضغط منخفض من خلال باي أو ثروف باي نتورك، من خلال شبكة أنابيب، ويتم and applied as a small discharge، ويتم تطبيقها على تصريف صغير، يعني يضع تصريف صغير من بيخرج من كل أنبوب عند كل نبات، تمام؟ هذا هو. فيتقسم هذا الري الآلي ويكون أكثر اقتصادي وأكثر احتفاظاً بالماء من طرق الري السطحية. أول شيء إحنا نسميه سبرينجل إيريجيشن، طريقة الري بالرش وطريقة الري بالتنقيط راح نأخذها. أول شيء طريقة الري بالرش سبرينجل إيريجيشن، it's an artificial rain making process اللي هي عملية صنع أمطار اصطناعية. السبرينجل يعني تشبه عملية الاستمطار، لأن هي مرشات راح ترتفع نحو الأعلى وترش الماء على النبات، يشبه عملية الاستمطار لكن يجري بعملية صناعية. سو هو عملية شنو يعتبر؟ artificial، عملية اصطناعية. water is distributed، يتم عملية يعني من خلال توزيع المياه أو توزيع الماء through a system، خلال نظام من الأنابيب، عن طريق الأنابيب، ويتم ضخ هذه المياه ورشها بالهواء من خلال الرشاشات اللي هو السبرينجر. So بعد ما ترش هذه قطرات الماء من خلال الرشاشات، تتفتت هذه قطرات الماء إلى قطرات صغيرة تسقط على الأرض، ودائما المضخة اللي يستخدمونها بها يسمونها وحدات الطرد المركزي. هاي شنو وحدات الطرد المركزي؟ اللي هو البمب العادي، هذا configuration بمب اللي هي وحدات الطرد المركزي، هاي تأخذ الماء بالضبط مثل عمل يعني المضخة البيت اللي هو موتور اللي يوصل للبيت، البمب الاعتيادي اللي أخذته بالمرحلة الثانية، يوصل الماء من المصدر الرئيسي ويوزعه على أنابيب إلى نظام الأنابيب، تمام عيني؟
هذا يعتبر أكثر أنظمة الري الميكانيكي أو الآلي شيوعاً. يتقسم إلى عدة أقسام. نمبر 1 الفيكست جريد سبرينجلر إيريجيشن سيستم، اللي هو نظام الري الرش الثابت الشبكي، يعني شبكة كاملة ثابتة ترش، يعني تكون أهم شيء فيكست. الثانية لينير موف المتحرك الخطي. الثلاثة السنترال بيفويد سبرينجلر إيريجيشن سيستم، اللي هو شنو معناه؟ نظام الري بالرش المحوري. تمام عيني؟ هاي بصورة عامة أصنافه. هسه راح تجي ناخذ الفيكس يكون ثابت. هاي مثل ما تلاحظ هاي هنا على المضخة البامبنج ستيشن، هاي أكبر لكم صورة حتى تكون واضحة أمامكم. هاي البامبنج ستيشن هنا يأخذ الماء من المصدر الرئيسي، كأن تكون قناة رئيسية أو كأن تكون محطة توزيع أو غيرها، يأخذ الماء بعد مضخة التوزيع يتحول إلى الأنابيب الرئيسية نسميها المين لاين بايب. الميل لاين باي تمام عيني، هاي هنا يتحول داخله. هاي الماء اللي بعد ما يتحول راح يرفع الماء نحو الاعلى عن طريق احنا نسميه رافعات، روافع رايزر، وهاي الروافع مزوده بمرشات صغيره اللي هي شنو معناها؟ سبرينجلر. تمام عيني، سبرينجلر عندي هنا وعندي هنا، وهذا اللي هذا الرئيسي نسميه الميل لاين باي، والثانوي لاترال باي. تمام عيني، هذا هو الرئيسي. سو تستخدم هذه بالمناسبة أنظمة الري الرش الثابتة. هسه راح نجي على واحدة واحدة من عدة نفسرها. الأولى الفيكست يمتى استخدمها؟ اللي هي أنظمة الري تستخدم بالحقول الزراعية المتوسطة أو المناطق الصغيرة أو الملاعب أو الحدائق، يعني بحيث إن المرشات تكون منتظمة عن طريق أنبوب جانبي. تمام عيني. العيوب اللي خاصة بهاي الطريقة هي التكلفة الأولية العالية، وتتأثر بالرياح، ممكن الأنابيب تنبعج أو غيرها، أو يعني بها نوع من الأنواع الديس أدفانتج. النوع الثاني اللي هو هذا احنا نسميه الموفنج المتحرك لكن هو خطي، هذا يستخدم عبر خط مستقيم بالحقول الكبيرة اللي يكون ذات مساحة كبيرة جدا. والري الأخير اللي هو السنترال بايفت سبرينجلر إيريجيشن سيستم، اللي هو نظام الري بالرش المحوري المركزي، هذا يثبتون المحاور الرئيسية الخاصة للرش عن طريق من طرفيها، وتدور هاي النقطة المركزية حول نقطة ثابتة. لاحظ هذا، بهذه الطريقة يدور حول نقطة ثابتة، وبالتالي رأي يسمونها هي هاي طريقة الري بالرش المحوري المركزي. تمام عيني، هي هاي الطرق الثلاثة أنت، وأتوقع أنا أخذتهن بصورة أنت ضمن مبادئ الري. إحنا بس حبينا نعرج عليهن ونذكره هنا بشكل بسيط. يعني بالحالة الأولى مضمار السباق، يعني just like مثل مضمار السباق، ترجع وتروح مرة ثانية، ترجع المهم عند نقطة سنترال يدور حولها، فهو هذا يعني وكأن الماي المرشات الماء تأخذ زاوية دوران 360 درجة بالضبط. هسه النوع الثاني هو الدريب إيريجيشن، الري بالتنقيط. الري بالتنقيط هنا از ديليفر، يحول يقوم بتوصيل المياه مباشره دايركتلي تو ذا ريليتيفلي سميل اريا، الى منطقه صغيره نسبيا. يعني يستخدم هذا للنباتات الفرديه من خلال اماكن احنا نسميها الباعثات، يعني يثقب على اماكن باعثات، يعني امام كل نبات نفتح فتحة بالأنبوب الرئيسي يتم من خلالها سقي هذا النبات، يسمونها هاي الفتحات الصغيرة باسم الباعثات. هذا الري بالتنقيط يتم تطبيقه أما يوميا أو عدة مرات بالأسبوع. تمام، لكن المنطقة اللي نطبق بها هذا تكون نظيفة جدا. ليش؟ حتى نتجنب انسداد هذه الباعثات، لأن هذه تكون عبارة عن ثقوب صغيرة، فلازم نتجنب إنشاءها. سو هذه أيضا يعتبر أيضا تكلفة عالية. الري الأخير اللي احنا نعتبر الري بالرشات الدقيقة، هذا هو، لاحظ هذا الري بالتنقيط، لاحظ هذه النوع من الزراعة، وهذا عبارة عن أنابيب رئيسية بها باعثات صغيرة تسقي النبات أمام كل نبتة موجودة باعثة، لكن هي نوعا ما تعتبر طريقة مكلفة. المايكرو احنا نسميها بليزر إيريجيشن، اللي هو طريقة الري بالرشاشات الدقيقة، هاي تكون أكثر أنظمة دقة لكنها تكون مكلفة جدا، وما تحتوي على أجزاء دوارة، ويعني تكون الري مالتها بسيط بس هي مكلفة، واستخداماتها أيضا لها كريتيريا بالاستخدام. احنا حبينا نعرج لهذه الطرق حتى نستذكرهن اللي أخذناهن بالمرحلة
الثالثة من مادة التصميم أو مبادئ الـ Principle of Irrigation and Drainage. So نرجع إلى موضوعنا الرئيسي اللي هو Sprinkler Irrigation System اللي هو النظام الري بالرش، اللي إحنا قلنا شنو هو، عبارة يهدف هذا النظام أن نجعل الماء يكون بشكل صناعي يعمل أمطار صناعية Artificial Rain، وسبق وتناولناه قبل قليل. المكونات الرئيسية حتى أنا أنشئ Sprinkler System قلنا قبل شوية يحتاج بمب مضخة مركزية أو مضخة الطرد المركزي، والميل لاين أنبوب رئيسي، وأنابيب فرعية تحمل المرشات اللي هي السبرنجلر، والرايسر اللي هو الرافع يرفع المرشات نحو الأعلى حتى تصير عملية استمطار، يعني الماء يرش من الأعلى إلى النبات تشبه عملية المطر، والفتنج اللواحق. تمام؟ الماء الخارج بصورة عامة من المرشة نفسها يعتبروه هو المصلي، هو شنو يعتبر؟ الديجروس، وهذا نعرفها احنا. تمام عيني؟ من أصممها إن شاء الله ما نأخذها للتصميم نتناول هذا الموضوع، نبدأ من أصغر الفروع اللي هي من المرشة، انتقال للأنابيب الفرعية، الدور للأنبوب الرئيسي، الدور للمضخة. تمام؟ بهذه الشكل يعني نبدأ من الأقل يعني أقل شيء ديزاينر ضمن السيستم وستركتشرال سيستم وصولا إلى الأعلى. هاي لاحظ بالضبط، هاي هسه احنا قبل شوية أيضا تناولناها، هذا حتى طريقة سبرنجلا، هذه هي طريقة تشبه هذه الطريقة بالذات، طريقة السكتشر، هاي هي البامبو ستيشن، السبرنجلر رايز، وهذا اللاترال بايب، وهذا المين لاين، هذا المسرع احنا نسميه الفيتنج او الاكسلاري. هسه نجي هنا ندخل على الموضوع الرئيسي، هذا المب يشبه هذه، حتى خف هذه الصورة ما واضحة امامك وتريد تفهم افهم هنا البامبو ستيشن. نجي للصورة الثانية، هذا المين لاين الخط الرئيسي، هذا هو الخط الرئيسي بالضبط يشبه هذا الخط الرئيسي، يعني هنا الرسم الراسم لك اياه هو توب فيو. براجع لمادة الرسم الهندسي اخذت مادة المساقط، عندك ثلاث طرق للرسم، هو التوب فيو، سايد فيو، والفرونت فيو، هذا يمثل لك التوب فيو، يعني هذه المضخة من هنا المفروض الرسم، وهذا المين لاين، وهاي الرافعات الرايزر اللي هي هاي الرافعات هنا. هسه احنا من نباع فرونت فيو، فرونت على سايد، فهاي الرافعات تكون مرتفعة نحو الاعلى حتى ترفع الماء بهذه الطريقة، هاي يسمونها اللاترال، هاي بالضبط الرافعات الرايزر يسمونها اللاترال، وهذه اللي مؤشرة بشكل نجمة، هم ذولا السبرنجلر أو المرشات. تمام؟ هذا هو السكتش اب مال سبرنجلر إريجيشن، طريقة الري بالرش. هذا يا نوع، هذا لما تكون الفيكست نتورك، يعني الشبكة الثابتة، النوع الأول اللي احنا صنفناها قبل شوية تايب اوف سبرنجلر إريجيشن سيستم، نمبر 1 البيرمنت اللي يسمونها الفيكست. تمام عيني؟ هذا، والثاني الموفل اللي يكون متحرك، والثالث اللي يكون محوري. تمام؟ هاي الصورة عامة لازم نعرفها. لازم احنا ايضا نعرف شلون انه انا احسب قيمة الاسون والاستو لطريقة الغيب الرش، ان شاء الله راح ناخذه على المحاضرة القادمة، اللي هو بداية حسابات الطريقة التصميم المنظومة الري بالري بطريقة الرش، هو المسافات، أول شيء تحسب المسافات الـ spacing، إن شاء الله هذا راح نتناوله بالمحاضرة القادمة. إلى هنا، إذا عندكم سؤال أو استفسار